السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا بيك في كورس السوشيال ميديا على قناتي على اليوتيوب. الكورس زي ما اتفقنا إن شاء الله هيكون مجانا تماما. هنتكلم فيه على السوشيال ميديا وبعض الأدوات المهمة جدا اللي هتساعدنا في إدارة الشغل بتاعنا على السوشيال ميديا. نبدأ على بركة الله بالمحتوى اللي احنا هنقدمه ان شاء الله. اول حاجة احنا هنتكلم في المحاضرة الاولانية اللي هي دي ان شاء الله على ادارة السوشيال ميديا. هنتكلم على بعض النصايح، بعض الافكار اللي احنا ممكن نستخدمها، بعض الاحصائيات، هنتكلم على انواع السوشيال ميديا وازاي نوظفها، نتكلم على بعض النصايح اللي احنا لازم نتبعها ونستخدمها لو حصل لا قدر الله براند اتاك. كمان هنتكلم على بعض الادوات المهمة جدا اللي بتساعدنا ان احنا نتابع المنافسين او نتابع السوق بشكل عام، وكمان هنتكلم على بعض المواقع المهمة جدا اللي بنقدر ناخد منها التحديثات الجديدة اللي بتحصل، في نفس الوقت الاخبار، وكمان بيكون فيها بعض الكتاب اللي بينصحوك او بيقدموا لك خبراتهم وتجاربهم في ادارة والتعامل مع السوشيال ميديا. نيجي في المحاضرة التانية، نتكلم المحاضرة التانية تبقى صغيرة شوية، هنتكلم فيها عن الوظائف بتاعت السوشيال ميديا وايه الفرق بين الديجيتال ماركتينج والسوشيال ميديا. هنتكلم في المحاضرة التالتة عن البروبوزال اللي هو الاقتراح، يعني الترجمة باللغة العربية بتاعته، الاقتراح اللي انت بتقدمه للعميل. يعني لو جاي لك عميل علشان تتفق معاه على شغل، فانت بتقدم له مقترح او يعني مخطط للحاجة اللي انت هتعملها، فالبروبوزال ده بيتعمل ازاي، ايه العناصر بتاعته. وفي نفس الوقت كمان لما بتخلص شغلك او كل شهر او كل ربع سنة، المفروض ان حضرتك مطلوب منك ان انت تقدم للعميل بتاعك تقرير ايه اللي انت عملته. هنتكلم على العناصر بتاعة التقرير وازاي انا اعملها بشكل صح. المحاضرة اللي بعد كده، المحاضرة الرابعة ان شاء الله، هنتكلم مختصر او بشكل يعني غير تفصيلي عن البحث التسويقي وعن تحديد العملاء، وهنتكلم في المحاضرة دي عن الباير بيرسونا، الجزء المختصر اللي احنا هنتكلم فيه عن البحث التسويقي. طيب انا ليه بقول مختصر؟ علشان احنا هنحط فرضية دلوقتي ان حضرتك عندك الاساس او عارف الاساس بتاع التسويق. يعني هنبدأ نتكلم في ده، بس انا قلت اوضح لك ليه انا بقول مختصر. طيب المحاضرات اللي بعد كده بقى هنبدأ نمسك كل منصة من المنصات اللي احنا هنشرحها، فيسبوك، انستجرام، تويتر، يوتيوب، هنبدأ نتكلم فيهم عن الجزء بتاع الانشاء بتاع المنصات دي، عن التهيئة بتاعتها، عن الإدارة، إزاي استخدم الأدوات والخصائص بتاعت كل منصة عشان استفيد منها، والأدوات اللي أنا استخدمها في كل منصة عشان أقدر أديرها بالشكل السليم أو بالشكل الأمثل، وكمان هنتكلم على الإعلانات على كل منصة. طيب خلينا نبدأ بقى المحاضرة الأولانية بكلمة كده أو بجملة شهيرة بتقول not networking you are not working. الجملة دي حطها كده برواز قدامك في اي شغل انت بتعمله، وابدأ بقى ابني عليها الشغل اللي انت بتعمله على السوشيال ميديا بلاتفورمز المختلفة. طيب اول حاجة لازم نعرفها ايه هي انواع القنوات او ايه هي انواع المواقع اللي موجودة حاليا او ايه انواع قنوات السوشيال ميديا اللي موجودة حاليا. خليني اقولك على مرحلتين كده مرت بيهم المواقع اصلا. المواقع احنا حاليا في مرحلة اسمها مرحلة الويب 2، حلو. كان قبلها مرحلة اسمها مرحلة الويب 1. يعني ايه بقى الويب 1 والويب 2 ده؟ الويب 1 ده هو محتوى غير تفاعلي، يعني الشكل بتاع زمان كان صاحب الموقع عنده موقع بيقدم لك فيه حاجة، الحاجة دي بقى صورة، الحاجة دي كلام، الحاجة دي ايا كان شكلها ايه، وطبعا ما كانش فيه اصلا صور وكلام في زمان خالص يعني. فالمحتوى ده عبارة عن حضرتك كنت متلقي فقط، يعني انت بتستقبل المعلومة
من الشخص او بتستقبل ما يعرض لك من صاحب الموقع او اللي مسؤول عن ادارة الموقع. حلو كده؟ فانت في المرحلة دي كنت مطلق، ودي مرحلة اسمها الويب 1. دخلنا بعدها في مرحلة الويب 2، بدأ بقى يظهر المدونات وبدأت تظهر المنتديات. طيب ليه بقى بقت اسمها الويب 2؟ لأن بقى في تفاعل، بدأ لما يظهر في المدونات زي وورد بريس زي بلوجر طبعا وورد بريس، بدأ ان انت يبقى في خانة كده تحت ان حضرتك تكتب ايه تعليقك على على الكلام اللي صاحب الموقع بيقدمه. فالويب 2 اللي هو مرحلة الايه التفاعل ما بينك وما بين الشخص المتلقي اللي ما تقدمه يعني. بدأ يظهر بقى بعد كده المنتديات. طبعا المنتديات بقيت انت بقى بترد على اي حد اصلا بقى يقدر يعمل الموضوع، ومش شرط صاحب الموقع بس، وفي نفس الوقت كمان بقى ان انت ليك الحق او ليك الصلاحيات ان انت ترد عليه، وان انت كمان ترد على اللي رادد على الموضوع. فبدأ الموضوع والدنيا تكبر شوية في قصة الويب 2، لغاية بقى ما وصلنا للشكل اللي احنا موجودين عليه ده النهاردة، ان انت عندك بقى السوشيال ميديا، عندك فيسبوك بقى، عندك تويتر، عندك يوتيوب، عندك انستجرام، كل الحاجات دي بتقدر تعمل فيها تقدم انت بنفسك بقى المحتوى بتاع المنصات دي. طيب ايه بقى الاشكال اللي احنا ممكن نلاقي عليها المواقع او السوشيال ميديا بلاتفورمز اللي موجودة؟ عندنا اول شكل هو الشكل بتاع التدوين. الشكل بتاع التدوين ده موجود في زي مثلا الورد بريس، زي بلوجر، على فكرة كمان تويتر برضو يخضع لفكرة التدوين يعني. الفكرة من بلوجر اصلا، الفكرة اصلا من تويتر، هو موقع للتدوين بتاع المقالات الصغيرة يعني، اللي هي طبعا لها عدد حروف معين. حلو. النوع الثاني او الشكل الثاني ممكن يبقى التواصل، زي مثلا الفيسبوك وزي لينكد ان. طبعا مع الاختلاف ما بين فيسبوك ولينكد ان، يعني فيسبوك يعني لينكد ان يعتبر شبكة احترافية شوية مختصة بالايه بالبيئة بتاعت البيزنس والاعمال والتوظيف وكده. الشكل الثالث هي المواقع اللي بتقدم التسوق، تسوق اونلاين، زي يعني طبعا امازون وسوق وجوميا ونمشي وغيرها طبعا من المواقع. المواقع اللي بتقدم بقى الميديا دي سواء صور او فيديوهات او اصوات او صوتيات يعني. عندك بقى طبعا شبكة البحث العملاقة، تاني اكبر شبكة بحث على مستوى العالم طبعا يوتيوب، عندك انستجرام، عندك سناب شات، عندك ساوند كلاود بالنسبة للاصوات او للصوتيات. عندك النوع اللي بعد كده اللي هو السوشيال ميديا بوك مارك، دي مواقع كده ببساطة يعني بتاخد حاجة فيها تسيفها او مش تسيفها، تعمل لها مثلا ان انت عايز ترجع لها بعد كده او تحتفظ بيها يعني، زي ريدت، زي ديج، دي اشهر مواقع يعني ليها. زي الموقع كمان اللي مشهور اللي هو بنترست، تمام. في كمان عندنا المواقع النوع اللي بعد كده اللي هي المواقع بتاعت الموسوعات، ودي زي طبعا ويكيبيديا اللي هو طبعا اكبر موسوعة في العالم، وزي موقع موضوع، تمام. ده كده تصنيف او الاشكال بتاعت المواقع اللي احنا ممكن نلاقيها او اللي ممكن تقابلنا في حياتنا اليومية. طيب احنا هنتكلم فيها على ايه؟ احنا هنتكلم على الفيسبوك، هنتكلم على انستجرام، هنتكلم على تويتر، هنتكلم على اليوتيوب، ان شاء الله ان شاء الله يعني هنحاول نتكلم كمان على سناب شات ان شاء الله يعني، الله المستعان، تمام. طيب انا دلوقتي لو هدير شغل او لو هعمل شغل على الانترنت عموما، فانا محتاج حاجتين اساسيتين لازم يكونوا عندي، لو حاجة منهم مفقودة يبقى انا بضيع على نفسي فرصة كبيرة جدا. ايه الحاجتين دول؟ الحاجة الاولانية لازم يكون عندي موقع، الموقع ده هو البيت بتاعي اللي هو اللي مفيش غنى او مفيش تساهل ان هو ما يبقاش موجود. الحاجة التانية ان انا يبقى عندي سوشيال ميديا بلاتفورمز. حلو. طيب الموقع ليه مهم ان هو يبقى عندي موقع؟ هو ده بيتي،
الحاجات التانية أو السوشيال ميديا، ممكن موقع يقع، ممكن موقع يبقى مش موجود أصلا، ممكن يحصل له مشاكل فنية أيا كان هو، ممكن الصفحة بتاعتي لا قدر الله تروح من عليه، حسابي يتقفل فيه أيا أي سبب من الأسباب، لكن الموقع هو بتاعي. على فكرة ما تستغربش إن لما بنقول إن ممكن أصلا سوشيال ميديا بلاتفورم ما تبقاش موجودة، لأن في كتير أوي أوي سوشيال ميديا بلاتفورمز كانت موجودة واختفت. انت عندك مثلا ماي سبيس، عندك مكتوب، الحاجات دي كلها مكتوب على فكرة هو يمكن كان اول موقع نقدر يعني نصنفه ان هو سوشيال ميديا بلاتفورم، كانت عربية، كانت اردنية على ما اعتقد كده يعني، على حسب لو الذاكرة مش خايناني، واتباعت شركة ياهو اشترتها، وللاسف هو ما كانش يعني ما كانش قليل، والنهاردة هو مش موجود اصلا. كذلك ماي سبيس، ماي سبيس ده موجود قبل اصلا الفيسبوك، ومع ذلك ماي سبيس النهارده مش موجود، والفيسبوك مغطي عليه، و خلاص يعني ما عادش له تواجد بالشكل الكويس يعني. فالسوشيال ميديا بلاتفورم يعني ما تفتكرش ان هي دايمه على طول، فعشان كده بنقول دي اهميه ان انت يبقى عندك موقع خاص بيك. طيب انا الموقع هستفاد منه في ايه؟ استفاد منه في حاجتين اساسيتين، او هشتغل عليه بطريقتين اساسيتين، ان انا هشتغل عليه اس اي او واشتغل عليه اس اي ام. يعني ايه؟ يعني هعمل له تهيئه اللي هي اس اي ام اس اي او عفوا، اللي هي سيرش انجن اوبتمايزيشن، وهعمل عليه اعلانات مموله اللي هي سيرش انجن ماركتنج اللي هي اس اي ام. حلو كده. طيب السوشيال ميديا بقى الناحيه التانيه او الجانب الاخر للشغل بتاعي اللي انا المفروض ابقى هعمله اونلاين، اللي هو السوشيال ميديا. اختار المنصات المناسبة ليا ومناسبة للنشاط بتاعي وابدأ اشتغل عليها، وهو ده الجزء اللي هيكون الحديث بتاعنا فيه. المنصات دي انا لازم اكون عامل لها تهيئة كويسة واديرها بشكل كويس، وفي نفس الوقت كمان يبقى عندي تولز، عندي ادوات تسهل لي الاستخدام بتاعها. خلي بالك برضو في نقطة مهمة جدا، يعني كان في حد من الناس كنت بتكلم معاه من فترة بيقول لي يعني مجال سين، وقال لي انا والله بشتغل فيسبوك بس، لان انا ما يعني شايف ان هو ده انسب حاجة ليا ومش عارف ايه، والحاجات التانية ملهاش لازمة يعني. فالمهم قلت له طب ثواني كده، دخلت جوجل بلانر وكتبت الكلمة اللي هو يعني المجال الاساسي بتاعه. قلت له انت تتخيل مثلا ان كام في كام واحد مثلا شهريا بيبحث عن الكلمه اللي انت، عن الخدمه اللي انت بتقدمها دي؟ قال لي لا يعني مش عارف، بس اكيد مش كتير. اكتشفت ان تقريبا في متوسط 10,000 عمليه بحث بتتم على الكلمه اللي هو على المجال بتاعه بشكل عام يعني، وكمان مفيش عليها منافسه قويه يعني. تمام. وهو مش موجود فيها، فبالتالي هو بيضيع على نفسه فرص ان هو يكون موجود ويحصل على عملاء من خلال وجوده على المنصة دي. طبعا انا يعني اقصد بالمنصة دي اقصد ان هو ما يبقاش عنده موقع ويشتغل عليه اس اي او وفي نفس الوقت اس اي ام. تمام. طيب عايزين نتكلم كده مع بعض على شوية احصائيات. خلينا يعني اتكلم بس على فيسبوك وانستجرام في الاحصائيات، ونتكلم على المصريين بشكل عام، وبعدين بقى نبدأ نتكلم على شوية نصايح كده، وبعدين نبدأ ناخد الادوات اللي انا محضرها عشان نتكلم عليها، وبعدين نبدأ نتكلم بقى على كذا 7 أو 8 نصايح كده فعلا مهمين علشان تدير لا قدر الله اي ازمة تحصل على الشغل بتاعك في السوشيال ميديا. النهاردة احنا بنتكلم ان تقريبا في 40% من المصريين موجودين على الانترنت وعلى السوشيال ميديا. 40% من المصريين ده يعني احنا بنتكلم في 40 مليون شخص، 40 مليون بني ادم موجودين على السوشيال ميديا، موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي. نسبتهم 36% منهم سيدات او اناث، و64% منهم ذكور. حلو. في عندنا ده على فكرة على الفيسبوك، معلش، على الفيسبوك في اكتر من 39 مليون مستخدم، 39 مليون شخص. في عندنا 40 مليون 40%، يعني 40 مليون مصري موجودين على الانترنت او على السوشيال ميديا.
انستجرام عندنا 11 مليون شخص مستخدم مصري على شبكة، على موقع انستجرام او على منصة انستجرام، 58% منهم ذكور و42% منهم اناث. هنكتفي باكبر منصتين موجودين، طبعا في ناس كتير موجودة طبعا بتستخدم اليوتيوب، في ناس بتستخدم تويتر، سناب شات وهكذا، بس يعني خلينا نكتفي باكبر منصتين موجودين يعني، او باهم منصة طبعا اللي هي الفيسبوك. طيب في بقى كذا كده نصيحة عايز اقولهم لك قبل ما نبدأ بقى ندخل في الموضوع بتاع الادوات اللي احنا هنتكلم عليها يعني. اول حاجة هي اسمها السوشيال ميديا، يعني وسائل تواصل اجتماعي، يعني هدفها ان هي توصل الناس وتشبك الناس ببعضها، تمام؟ كون ان حضرتك هتدخل تعمل بيزنس عليها حلو وده جميل، انت بتستغل الاماكن بتاعة تواجد الناس، تمام؟ لكن استغلها بالشكل الصح. يعني ايه بالشكل الصح؟ يعني امشي بالخطوات الطبيعية اللي توصلك للعميل. النهاردة ما تقوليش انا عايز ادخل النهاردة هعمل المنصات بتاعتي على السوشيال ميديا وهوبا يلا اعمل اعلانات، اعمل لي اعلانات وشغل لي مش عارف ايه هنا واعمل لي حملة هنا واعمل لي حملة هنا، وانت اصلا ما جهزتش السوشيال ميديا بلاتفورمز دي ان انت اصلا توصل للمرحلة بتاعت الاعلانات. احنا في مراحل كتير قوي هنتكلم عليها في محاضرة ان شاء الله باذن الله للمحتوى، جزء كده هنعمله للمحتوى، هي مرحلة الاويرنس او الوعي، وهم 5 مراحل كده هنتكلم عليهم في وقتهم ان شاء الله، تمام؟ فلازم بس نركز في النقطة دي، هي وسائل التواصل الاجتماعي انا هعمل عليها بيزنس، لازم امشي بخطوات معينة كده علشان اقدر انجح في الخطوات بتاعتي دي واحقق منها نتيجة. طيب في نقطة كمان عايزين نتكلم عليها برضو، التنويع مطلوب ومهم، والجمهور دايما مستني منك محتوى مفيد، لو ما قدمتلهوش محتوى مفيد هو محتاجه هو مش هيتواصل معاك واصلا مش هيكون موجود عندك، تمام؟ برضو العنوان او اول سطرين عليهم نسبة كبيرة جدا ان هم يجذبوا الجمهور. انت لو قرأت كده اول سطر ولا حاجة زي يطلع لك بوست سواء اورجانيك او يعني مدفوع او طبيعي، لو قريت اول سطر كده ولا حاجة ولقيت الدنيا مش عاجباك فهتنفض اصلا مش هتكمل، تمام؟ طيب لازم تفهم طبيعة كل منصة وطبيعة الجمهور اللي عليها ايه، يعني على طبيعة الجمهور اللي موجودة على لينكد ان مش زي طبيعة الجمهور اللي موجودة على الفيسبوك، مش زي طبيعة الجمهور اللي موجودة على انستجرام. طب تعالى كده نشوف طبيعتهم ايه. لينكد ان هتلاقي ناس داخلة تدور على شغل، في ناس هلاسين يعني ما اختلفناش، بس انا بتكلم على الـ السمة العامة او الغالب على موقع لينكد ان، ناس داخلة بتتكلم على الكارير والمش عارف والبزنس والمش عارف حاجات كده، واللي داخل يدور على شغل واللي داخل يظبط السي في بتاعه. فطبيعة المنصة دي عايزة طريقة كلام، طريقة تعامل، وطريقة تواصل مع الناس تبقى فورمال، تبقى بشكل كويس، تلاقي اصلا صور الناس اللي حاطة في البروفايل بيكتشر حد لابس بدلة او اللي لابس مش عارف، يعني المنصة يعني السمة الغالبة فيها التعامل الرسمي، تمام؟ دي نقطة. النقطة التانية ان فيها ناس المستويات الوظيفية بتاعتهم عالية جدا، يعني انت ممكن تلاقي مدير تنفيذي لشركة مش عارف مثلا كاكولا، تلاقي لبيبسي، تلاقي الامازون، تلاقي نجيب سويرس مثلا مش عارف اللي هو اوراسكوم، هتلاقي ناس فعلا بمستويات ومستويات وظيفية عالية جدا. فما ينفعش الناس دي تبقى داخل تكتب له مثلا اللي هو زي ما بتدخل بقى على العكس الناحية التانية على الفيسبوك صباح الفل يا اسطى وقشطة، مش هتلاقي ليك وجود في وسط الناس دي. فلازم تفهم طبيعة كل منصة علشان لما تيجي تقدم محتوى فيها تلاقي قبول عند الناس اللي ايه بتقدم، اللي هي موجودة اصلا على الايه المنصة دي. الفيسبوك بقى فيه يعني عارف من ايه لبن سمك لبن تمر هندي كده زي ما بيقولوا، بس مش هتلاقي عليه الطبقة اللي هي العالية اللي احنا بنتكلم فيها دي، اللي هو يعني المناصب الإدارية العالية دي صعب قوي ان انت تلاقيها على الفيسبوك، ولو موجودة هتلاقيها موجودة بتاعت شركات ضعيفة، يعني هتلاقي مثلا هو المدير التنفيذي للشركة هو صاحب الشركة واللي هو مثلا بيتكلم في حجم استثمار مثلا 50 60 ألف جنيه،
ومسمي نفسه مدير تنفيذي وهكذا، مش بقلل منه والله، انا بتكلم بس ان انا بقول لك يعني طبيعة كل منصة ايه. فصعب قوي ان انت تلاقي حد من الناس اللي هي الايه اللي هي في الإدارة العليا والمناصب التنفيذية الكبيرة وحاجات زي كده على الفيسبوك. فهو الشبكة بيغلب عليها التسلية، فيها فئات كتير من الناس وهكذا. انستجرام يعني اغلب اللي عليه هو طبعا عليه نسبة كبيرة من الشباب، هو تقريبا 58% منه لو نتكلم على السوق بتاع مصر يعني. بس هو مثلا تلاقي الناس بقى داخلة بتتكلم على الموضة، الحاجات بتاعت التيك توك، فهو السمة الغالبة عليه او الطبع الغالب عليه التهريج بقى والفرفشة والضحك، المسابقات وهكذا. تمام؟ فانت تعرف طبيعة كل منصة علشان لما تيجي تنزل عليها محتوى تبقى عارف المحتوى ده انت بتنزله ازاي، وهو بيخاطب مين، و تتواصل معاه ازاي، ويفهمك ويتقبلك ازاي. وعلى فكرة احنا هنتكلم على الجزء ده شوية بالتفصيل في النقطة بتاعة الـ CTB في المحاضرة ان شاء الله الرابعة، اللي هنتكلم فيها عن البحث التسويقي والجزء بتاع تحديد العملاء. طيب حلو. في بقى النصيحة اللي بعد كده اللي هي طبعا احنا خلاص قلنا كده ان انت محتاج ان انت تتواصل مع الجمهور باللغة بتاعته، يعني الناس اللي على لينكد ان قلنا خلاص نتواصل معاهم باللغة بتاعتهم او بالطريقة بتاعتهم، وعلى فيسبوك بالطريقة بتاعتهم، وانستجرام بالطريقة بتاعتهم، واليوتيوب نفسك وهكذا. تمام؟ طيب النصيحة بقى اللي بعد كده ان انت في عندك شقين. طيب ممكن انت لو بتشوف الفيديو ده او لو بتسمعني دلوقتي انت حد من اتنين، يا اما انت شخص وظيفتك الاساسيه اصلا ان انت سوشيال ميديا، سواء بقى جونيور سينيور مانجر ايا كان المستوى الوظيفي بتاعك ايه. تمام؟ او الناحيه التانيه ان انت شخص فني. فني بمعنى ايه؟ ان انت صاحب حرفه او صاحب مهنه بتقدمها، طبيب، مهندس، مدرس، محاسب، محامي، مدرب، ايا كان بقى الوظيفه بتاعتك، وبتشتغل او بتحاول تعمل لنفسك الشغل ده على السوشيال ميديا بلاتفورمز. حلو. طيب فانت لو انت بتشتغل على السوشيال ميديا بلاتفورمز كان كوظيفة أساسية ليك، فأنت محتاج إن أنت تكون متابع طبعا كل التحديثات اللي بتحصل في المجال بتاعك، تمام، اللي هو السوشيال ميديا بلاتفورمز. حلو. في نفس الوقت كمان هتكون محتاج ان انت تبص على التحديثات بتاعة المجال اللي انت بتشتغل فيه، بحيث ان انت بقى لو بتكتب محتوى تبقى متابع الجديد فيه وهكذا. تمام؟ طيب لو انت الشخص التاني بقى، لو انت الشخص التاني اللي هو له وظيفة او له مهنة تانية او له فن تاني بيشتغل فيه، بس هو بيحاول يدير السوشيال ميديا بلاتفورمز لوحده، فانا بنصحه ان لما الشغل يكبر معاك او لما حجم العمل يكبر معاك توصل لمستوى معين، ان انت هتلاقيك بتهمل في المجال الاساسي بتاعك وبتركز في الشغل بتاع السوشيال ميديا، او بتهمل في السوشيال ميديا وبتركز في المجال بتاعك. فان انت تحاول او ان انت توصل لنقطة وسط ما بين الاتنين صعب قوي قوي. فعلشان كده كنقطة كبداية كويس، اتعلم ده وابدأ اعمله لنفسك، لكن في مرحلة معينة هتبدأ ان انت هتلاقي في حاجة منهم بتقع منك، فعلشان كده لازم تديه لوكالة بقى تسويق لو انت شغلك كبير، او فريلانسرز، يعني على حسب الوضع بتاعك ايه. وفي كلتا الحالتين انت محتاج ان انت تتابع الاخبار عن المجال بتاعك او المجال اللي انت شغال فيه من خلال بقى بعض المواقع كده اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي، وفي نفس الوقت تكون متابع السوق اصلا بشكل عام وفي المجال بتاعك تحديدا. ان انت بتشتغل في العقارات فانت محتاج ان انت تتابع سوق العقارات، لو بتشتغل في مثلا في التدريب فانت محتاج ان انت تركز في الجزء بتاع التدريب وهكذا. طب انا ممكن اتابع السوق ازاي في المجال بتاعي؟ عندك انا شخصيا اهم حاجتين بتابع فيهم الاخبار، جريدة المال والميزان الاقتصادي، دول اهم جريدتين من وجهة نظري في السوق المصري بيعرضوا اي حاجة لها علاقة الاستثمار، الاسواق بتاعة العقارات، الهندسة وهكذا. يعني بصراحة بينزلوا حاجات كويسة جدا عن البيزنس، وفي حاجة كمان اللي هي ايكونومي بلس، بس دي يعني مش يوميا ببص عليها، لكن برضو اكونومي بلس
مميزه جدا بصراحه في النقطه دي، واللي احسن منها واحسن منها المال. تمام. طيب يبقى في كل الاحوال انت في عندك مجالين بتشتغل فيهم، المجال الفني اللي هو اللي هو ممكن يبقى الاساسي بتاعك، والمجال بتاع السوشيال ميديا. حاول بس ما تركزش في حاجه واحده فيهم قوي علشان ما فيش حاجه في التانية تسقط منك. تمام. يا رب بس النقطه دي تكون واضحه لك. طيب النقطة دي فيها نقطة كمان مهمة جدا. انت ايا كان الشغل اللي انت بتعمله، سواء بقى في البيزنس، في الطب، في الهندسة، في الصيدلة، في التدريب، في اي حاجة، اي مجال انت فيه، لازم تتابع فيه اجانب. لازم تتابع فيه اجانب. شوف الكلمة الاساسية بتاعت المجال بتاعك، وادخل دور على الفيسبوك، ادخل دور على جوجل، هات حد او اتنين او تلاتة من الناس اللي انت شايف ان هم متميزين جدا وهم كبار جدا، اجانب اجانب، ويفضل طبعا السوق الامريكي لانه طبعا هو قائد العالم دلوقتي. ماشي. ويكون متابع ليك يوميا، تدخل تبص هو بيعمل ايه، بيعمله ازاي، الناس بترد عليه بتقول له ايه، وهو بيرد على الناس يقول لها ايه. لازم تكون متابع للنقطة دي، صدقني صدقني هتفرق معاك جدا 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 لو انت ركزت عليها وشفت الشخص ده او الاشخاص دول. شوف لك حد اتنين تلاتة بيقولوا ايه وبيعملوا ايه، وتبدأ تعمل زيهم او تمشي على خطاهم او تستفيد منه. حلو كده. طيب النقطة اللي بعد كده، بالنسبة بقى لقصة انا يعني انشر كام بوست في اليوم، او ابقى موجود كام ساعة مع الناس بتاعتي او مع الفانز بتوعي او مع المهتمين او مع المتابعين. بص انا مش هقول لك بقى تعمل ايه بالظبط، لكن انا هقول لك المثل اللي كتير مننا بيقوله، المثل اللي بيقول لك البعيد عن العين بعيد عن القلب. فانت كل ما هيكون تواجدك قليل، او كل ما هيكون المحتوى اللي انت بتقدمه قليل، او كل ما انت هتكون موجود مع جمهورك بشكل قليل، كل ما جمهورك ده هيسيبك ويروح لحد تاني. فانت التواجد بتاعك مهم جدا 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 مع الجمهور بتاعك. وطبعا هنتكلم في الجزء بقى بعد كده ان شاء الله باذن الله على التحليل بتاع السوشيال ميديا بلاتفورمز، هنتكلم على الجزء بتاع الاحصائيات، وهنتكلم ان الناس بقى الجمهور بتاعك ده بيبقى موجود امتى وايه الاوقات المناسبه وحاجات زي كده. تمام. طيب النقطه اللي بعد كده، ان انا عايز اقول لك ان انت لما تيجي تشتغل لازم تشتغل من خلال خطه تسويق. يبقى في عندك خطه كده انت ماشي عليها، عارف هتعمل ايه النهارده، وهتعمل ايه بكره، وهتعمل ايه بعده، وهتعمله ازاي، ومين اللي هيعمله، وهيتكلف كام. وفي نفس الوقت يبقى من قبل كده بقى في بدايه الخطه اصلا، يبقى في عندك سوات اناليسز، يبقى في عندك تحليل لنقط القوه ونقط الضعف اللي عندك، يبقى تحليل للفرص والتهديدات اللي جايه لك من السوق، وازاي تاخد الفرص والتهديدات دي وتبدا تدخلها في المحتوى بتاعك، وازاي تاخد نقاط القوه ونقاط الضعف دي وتبدا تدخلها في المحتوى بتاعك، وتصيغ محتوى بيظهر عندك نقط القوه وبيقلل من الخوف من نقط الضعف عند العميل، في نفس الوقت بيقول ان انت ازاي بتستغل الفرص في السوق وبتقدمها للعميل بتاعك، وان انت ازاي بتحل مشاكله، ايه الميزه التنافسيه اللي عندك وازاي بتقدمها له. حلو. طيب عايز اقول لك برضو على نقطه كمان، في حاجتين متلازمين في الشغل اللي انت بتشتغله على السوشيال ميديا، او دي ممكن نقول على الديجيتال بشكل عام او على الاونلاين بشكل عام، ان مفيش حاجه اسمها من غير مصرف على الاعلانات هبقى جامد. وفي نفس الوقت طبعا في استثناءات يعني، بس انا قصدي بقول ان في طريقين متوازيين، يعني المدفوع والاورجانيك، الاتنين مع بعض هم دول هيبقوا نجاح ليك. في ناس بتنجح بان هي تعمل محتوى وبيضرب معاها ومش عارف ايه وبتاع، بس ده مش الغالب ومش السائد يعني، احيانا بيكون طبعا في استثناءات، لكن الـ النجاح بيجي من الطريقين دول، يكونوا متلازمين مع بعض، ويكونوا متلازمين مع بعض او متوازيين مع بعض من خلال خطة تسويق. حلو. طيب عايز اقول لك كمان ان انت محتاج الاعلانات كمان هي دي الايد القويه اللي بتساعدك ان انت توصل للجمهور بتاعك، طبعا بمساعده المحتوى.
وزي ما قلت لك ان الاعلانات دي مش هي رقم، يعني مش هي رقم واحد، لكن هي اللي هتوصلك في خطوات كتير قوي قبل قبل ما اعمل اعلان. يعني لما كن يعني لما نيجي نتكلم على المحتوى نتكلم على نقطة الوعي وبعدين التفضيل والاختيار ومش عارف ايه والخطوات، الخمس خطوات اللي احنا هنتكلم عليهم. فالخطوات دي انت لو ما عملتهاش ورحت عملت اعلان انت كده بتصرف فلوسك في الهواء. وفي نفس الوقت الخطوات دي انت لو عملتها في الاخر خالص مفيش معاك الايد القوية بقى اللي هي هتوصلك لجمهور مهتم وبأعداد كبيرة، يبقى انت برضو بتتعب نفسك، مش هقولك على الفاضي، بس مش هتاخد كل النتيجة اللي انت متخيلها، او مش هتاخد كل النتيجة اللي انت المفروض ان انت تاخدها وتستفيد منها يعني. طيب النقطة اللي بعد كده عايز اقول لك نقطة التحليل، مهم جدا 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 ان انت تعمل تحليل بشكل دوري للسوشيال ميديا بلاتفورمز اللي عندك، وتشوف انت فين، والنتائج اللي انت بتحققها هل هي اللي المفروض كنت تحققها ولا اقل من اللي المفروض كنت تحققها، ولا هي فعلا الاهداف بتاعتك اللي انت حاططها هي دي اللي بتتحقق وهي دي اللي بتحصل. فبالتالي نقدر نقول ان انت ماشي صح فانت تمام استمر على ما انت عليه، ولا نقدر نقول ان انت ماشي غلط فانت محتاج ان انت تقف علشان تطور، ولا انت بتحقق نتائج اكتر من اللي انت متوقعها او اللي انت كنت حاططها كأهداف، فانت تقف هنا وتعدل الأهداف بتاعتك وتبدأ تعمل تعديل وتطوير. ده كده الجزء اللي هو متعلق ببعض النصايح اللي احنا عايزين نتكلم عليها. تعال بقى نبدأ نتكلم على شوية أدوات كده مهمة جدا هتفيدنا علشان نبدأ بإدارة السوشيال ميديا بلاتفورمز يعني. طيب احنا بنتكلم في الجزء بتاع الاداره، والحقيقه انا مش عارف ابدا منين، بس خلينا كده نبدا من اول ال ايه اختيار الاسم. طيب انا هختار الاسم بتاعي، فانا هنا محتاج ان انا ادخل في حاجه اسمها الهاندلر. ايه الهاندلر ده؟ الهاندلر ده انا لما باجي ادخل مثلا على اي موقع، فانا او على اي سوشيال ميديا بلاتفورم، انت لو جيت دخلت مثلا على اي حاجه خاصة بي انا مثلا كمصطفى، هتلاقي اكتب مثلا اكتب ام زد ام اي اس اتش اي ال واي اللي هو مصطفى، مصطفى زد زكريا مشالي مشالي. حلو. طيب انا لو انا عندي الصفحة بتاعتي على الفيسبوك اسمها ام زد مشالي، والصفحة بتاعت الانستجرام اسمها ام زد مشالي صفر، واليوتيوب اسمه ام زد مشالي واحد، ومش عارف تويتر ثلاثة، فانت كده ملخبط نفسك والعميل ما هوش عارف يجيبك من هنا ولا يجيبك من هنا، وبعدين في نفس الوقت اللينك بتاعك تبقى حاطط 50 لينك تحت، فانت عايز ايه تحل الدنيا دي او تلم الدنيا دي. فعلشان نعرف الاسم ده متوفر ولا مش متوفر، احنا هنعمل حاجة جميلة جدا، هندخل على جوجل كده ونكتب له يا عم جوجل، بص هنكتب كده نيم نيم تشيك سي اتش اي نيم تشيك. حلو كده. هناخد اول ثلاث نتائج نبص عليهم. تعالوا هما ثلاث نتائج حلوين جدا، واحد اسمه نيمت شيك، والتاني اسمه نيمت شيكر، والتالت اسمه نيمت شيك برضو بس مغير في السبيلنج. طبعا معلش بس هو اللاب امكانياته عاليه شويه فمتخلف يعني. المهم ادي الموقع الاولاني ده اسمه اسمه اهو نيمت شيك. تمام. اللي بعده اسمه نيمت شيكر، اللي بعده اسمه نيمت شيك برضو بنفس الاسم بس مغير الايه مغير السبيلنج. كل اللي انت حضرتك هتعمله هتشوف الاسم اللي انت مختاره. انا مثلا مختار، طبعا انا علشان مختار خلاص الاسم بتاعي، فانا مختار ام زد ام اس اتش اي ال واي، خلينا مثلا نقول ام مين كمان. حلو. وهتيجي هنا عند العلامه دي وتقوم راح قايل له ايه سير، شوف لي الاسم ده متاح ولا مش متاح. بص بقى راح جايب لك ايه، الدومين دوت كوم متاح، دوت نت متاح، دوت اورج متاح، دوت سي او متاح. تمام. طيب ننزل بقى، انا عايز برضو السوشيال ميديا بلاتفورم. بص بقى راح جايب لك ايه، الفيسبوك متاح، اليوتيوب متاح، تويتر متاح، انستجرام متاح، بلوجر متاح، اي باي متاح، وورد بريس متاح. فبيبدا يجيب لك شوف كل المنصات بتاعت السوشيال ميديا اللي متاح واللي مش متاح. بص ده مثلا مش متاح اهو، بنترست مش متاح اهو، تمام، اللي هو يلب مش متاح. تمام. فهو بيجيب لك كل الايه السوشيال ميديا
بلاتفورم والدومينات اللي متاحه واللي مش متاحه. تعالى كده نشيل بقى الام زد مشالي دي ونشوف الايه الدبل ام ونشوف هو متاح ولا مش متاح. ماشي نعمل هو بيحتاج انه يعمل له ريفرش الاول. ماشي طيب خلينا نجرب تاني ام زد ام ايه اتش ال واي ونعمل نيجي هنا عند الخانة بتاعة بحث دي ونقوم رايحين ضاغطين ايه بحث. تعالى كده بقى ننزل على الايه السوشيال ميديا. بص بقى جه غمق لك الايه الحاجات اللي مش متاحة اهو شايف بقى قام رايح قايل لك ايه لا ده والله فيسبوك مش موجود وتويتر مش موجود انستجرام مش موجود بلوجر مش موجود ريديت مش موجود ماي سبيس مش موجود. فبدأ يقول لك بقى الحاجات اللي متاحة واللي مش متاحة. نفس الكلام لو هتيجي تعمله مع المواقع التانية اهو يعني مثلا خلينا نشوف كده ده كمان ام زد ام اس اتش اي اللي هو وبقول له تشيك بيبدأ يعمل التشيك بتاعه ويقوم رايح مطلع لي النتيجة او جاب لي الدومينات اللي فاضية او بيقول لك افيلبل. تمام انزل هنا بقى قال لك ان ايه قال لك بص او فيسبوك تيكن تويتر تيكن انستجرام تيكن سناب شات تيكن وهكذا بيبدأ يطلع لك حتى لينكد ان تيكن. فبيبدأ يطلع لك الايه المتاح ولا مش متاح. نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده. انا خلاص اخترت المنصات بتاعتي وهشتغل على ايه وبدأت اشوف الاسماء والدومينات. نيجي بقى للمرحلة اللي بعد كده او الخطوة اللي بعد كده انا عايز اظبط الايه عايز بقى اعمل صورة البروفايل اعمل بروفايل بكتشر واعمل كفر واظبط بقى المقاسات بتاعتي. الصورة دي انا هسيبها لك في الوصف بتاع الفيديو او في اول تعليق في على الفيسبوك او على انستجرام فيها المقاسات بتاعت الحاجات اللي انت محتاجها. عندك مثلا هو كاتب لك صورة البروفايل بتاعت الفيسبوك 340 في 340 الكفر 1200 في 675. نفس الكلام بقى جايب لك اهو برضو تويتر جايب لك انستجرام جايب لك اليوتيوب جايب لك بنترست جايب لك لينكد ان. دي تقريبا كل الحاجات اللي انت هتستخدمها المقاسات بتاعت الصور. طيب انا عايز برضو حاجة كده في الحنين يعني مش عايز بقى اقعد اعمل تكاليف وتصاميم ومش عارف ايه وبتاع. طيب موقع جميل جدا اسمه كانافا. تمام ده لو انا بنطق الاسم صح يعني مش متأكد طبعا من نطقه. الموقع ده بتدخل تسجل عليه تسجيل عادي خالص 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 مفيش فيه اي حاجة وبعدين بيقول لك اهلا بيك اسمك مصطفى زكريا اهو بيجيب لك بقى البيانات بتاعتك اعداد الحساب مش عارف ايه. بنقوم رايحين قايل له هنا ايه انشاء تصميم. بيجي يقول لك والله انت عايز تعمل ايه انت عايز تعمل غلاف على الفيسبوك ولا عايز تعمل نشرة اعلانية ولا منشور ولا منشور على الانستجرام ولا عايز تعمل تغريدة ولا عايز تعمل حاجة على بنترست ولا عايز تعمل اعلان على الابليكيشن بتاع الفيسبوك ولا غلاف مجلة ولا شهادة ولا بص عنده كمية حاجات رهيبة رهيبة يعني صورة القناة بتاعت الفيسبوك بانر لتمبلر مش عارف ايه. خلينا كده اشهر حاجة مثلا ومرحين ايه طب والله انا عايز اخد غلاف للفيسبوك. بيحمل الحاجات بقى القوالب او الصور اللي جاهزة عنده ويقوم رايح مطلع لنا كده الايه الشكل ده. حلو طيب اقوم انا رايح ايه بقى ثواني بس يحمل طلع لي كده الايه الحاجات اللي موجودة الحاجات اللي موجودة ايه عنده. تعال بقى نبدأ نبص كده عليهم. وبالمناسبة كمان لو انت عندك حاجة معينة عايز تكتب عليها مثلا ممكن نكتب ايه ماركتنج مثلا بس طبعا هو ده انجليزي فانت محتاج ان انت ايه يعني هو الموقع نفسه بيدعم العربي بس هتلاقي غالبية الحاجات اللي عليه عشان توصل لها تلاقي انجليزي. مثلا اهو كاتب لك ده كفر اهو خلينا مثلا نختار الكفر الجميل ده. تعال كده طب ننزل برضو نبص بصة اهو في حاجات بقى كتير اهي تنزل بقى تبص عليها. خلينا خدنا ده خلاص اهو عايز تعدل اي حاجة بتضغط كده تمام وتبدأ بقى مثلا ممكن ماركتنج كونتنت كورس تبدأ بقى تعدل زي ما انت عايز فيها. وفي الاخر خالص بتقوم رايح ضاغط هنا على كلمة ايه تنزيل بالشكل اللي انت شايفه ده بتتحفظ صورة عندك تبقى صورة جاهزة تبدأ تستخدمها زي ما انت عايز والصورة دي بتاعتك خلاص ليك الحق ان انت تعمل فيها
ما تشاء، يعني تقدر بقى ترفعها عندك على الايه، على الكفر. حلو. طيب احنا كده خلصنا النقطة بتاعت اختيار الاسم، والنقطة التانية بتاعت الايه، التصميمات. طبعا مش معنى اللي انا بقوله ده ان انت تقولي لا بقى انا مش هروح بقى لحد بتاع جرافيك او بتاع، لا ده دي حاجات كده اللي هو ايه، يعني مشي حالك لو الامكانيات المادية عندك او الدنيا عندك قليلة، او لو عميل طالب منك ده. يعني في بعض العملاء مثلا يقول لك لا والله انا مش عايز مثلا اسعار غاليه، انا عايز مثلا خطه قليله او مثلا حجم امكانياتي قليله، فبرضو ما تخسرهوش، وابدا اشتغل بالايه، بالشكل اللي هو ده، برضو جميل جدا. وانت ضيف ولو عندك اي خلفيه عن الفوتوشوب ممكن تاخد الصور دي وتقدر تحط التاتش بتاعك عليها، وتبقى حاجه كويسه جدا ان شاء الله يعني، وربنا ييسر لك كل امرك ان شاء الله. طيب النقطه اللي بعد كده بقى اللي عايزين نتكلم عليها، عايزين نتكلم على الأخبار. أعرف منين الأخبار اللي بتحصل على الديجيتال بشكل عام أو على السوشيال ميديا بشكل مخصوص؟ عندنا موقع عربي كده اسمه البوابة التقنية، البوابة العربية للأخبار التقنية. حلو. اللي هو اسمه بالظبط كده AIT نيوز. تمام. الموقع ده تلاقي بقى هو كاتب لك الرئيسية، الأخبار التقنية، صفقة اليوم، التواصل الاجتماعي. تدخل بقى مثلا، أنا عايز مثلا أعرف الأخبار بتاع الفيسبوك، فأنا بدخل على فيسبوك أهو، بيبدأ بقى يجيب لي، يقول لي مثلا إيه، تعالى ننزل كده نشوف مثلا هو جايب لنا إيه النهاردة. أو عملة الفيسبوك الرقمية تواجه تدقيق من المفوضية الأوروبية، صفقة اليوم، احترف استراتيجيات التسويق على الفيسبوك في 4 ساعات، حاطط لك دورة اهو جميلة ان شاء الله تكون كويسة ومفيدة يعني لو حد عايز يدخل يتفرج عليها. فيسبوك تطلق رسميا ميزة مسح سجل التصفح التي ستضر بها، مش عارف خطة فيسبوك لدمج العلامات التجارية التي تصعب تقسيمها، وهكذا. جايب لك برضه اهو تويتر وفيسبوك يتوقفان حملة صينية ضد متظاهري هونج كونج. نجيب لك كل الاخبار بتاعه الايه، السوشيال ميديا، تختار السوشيال ميديا، القناه اللي انت عايز تدخل عليها وتبص عليها. طيب ده بالنسبه للمواقع العربي اسمه AIT نيوز، البوابه العربيه للاخبار التقنيه. طيب في مواقع تانية، في مواقع تانية بس اجنبيه. حلو. عندنا سوشيال ميديا توداي. تمام. سوشيال ميديا توداي بقى هتلاقي فيه، ده موقع بصراحة يعني حاجة كده جامدة جدا يعني. اهو جايب لك بقى هنا، في عندك اهو السوشيال ميديا ابديتس، هتدخل عليها هتلاقي كل التحديثات اللي بتحصل. تلاقي عندك هنا الترند، ترندات، ترندنج، هتلاقي في عندك سوشيال ميديا ماركتنج، هتلاقي عندك ديجيتال استراتيجي، هتلاقي عندك كونتنت ماركتنج. هتبدأ بقى تبص هنا هتلاقي هو جايب لك بقى، تلاقي فيه اخبار اهو، ذا لاست الاخيرة ماشي، هتلاقي فيها هو جايب لك مثلا تويتر اند فيسبوك ريموف تشايند. دي بنفس الخبر اللي احنا كنا تشاينيز اهو، اللي احنا بتاع هونج كونج اللي احنا كنا لسه قاريينه على البوابه التقنيه بتاعت الاخبار العربيه دي. طيب ممكن مثلا تضغط مثلا، ممكن نشوف مثلا سوشيال ميديا ابديتس دي، اهو هتلاقي بقى منظم لك الاخبار شويه. هو جايب لك دي تويتر، بيقول لك في خبر على تويتر اهو، 6 سكند يور فيديو ات سبيدنج ماشي، تويتر اند فيسبوك ريموف مش عارف. هتنزل هتلاقي بقى كل الايه، الاخبار بتاعه التحديثات اللي بتحصل على المنصات دي. تمام. طب تعال ندخل بقى على سوشيال ماركتنج. What you need to know about advertising on تيك توك، هتلاقي بقى بيتكلم شوية هنا إلى حد ما على يعني حاجات عملية شوية، إن أنت إزاي تستخدم كذا علشان تعمل كذا يعني. تمام. طيب في مواقع تانية، في مواقع تانية، في الموقع بقى اللي هو الجامد جدا ده بصراحة، أحسن حاجة يعني أنا بحب أتابع منها، سوشيال ميديا إكزامينر. تمام. هتلاقي هو كاتب لك هوم ارتكلز شو مش عارف ايه، في كونفرنس ايفنت مش عارف ايه. تمام. الموقع ده بقى ميزته ان هو هتلاقي فيه يعني، بص، هاو تو، يعني كلمه هاو تو، ازاي تعمل، هاو تو تورن مور فيسبوك ليدز مش عارف ايه، انزل تحت كده هاو تو ديفلوب سوشيال ميديا ابروفر بروسيس ماشي. هتلاقي يعني هو مركز قوي على حته هاو تو ده، فهتلاقي فيه يعني مقالات او ناس محترفين فعلا كاتبين حاجات مفيده. هاو تو سكادول انستجرام بوستس اون ديسك توب وزاوت ثيرد بارتي تول. تمام.
هتلاقي هاو تو ديفلوب مش عارف ايه، هاو تو يوز، مش يعني هتلاقي كلمة هاو تو دي كتير قوي. بص هاو تو، هاو تو برضه اهو نفس الكلام، فهتلاقي في حاجات حلوة قوي تقدر تتعلم منها وتقدر تستفيد منها. طيب بيقول لك كمان هنا اهو، دخل الايميل بتاعك، انتر يور ايميل تو جيت ايه التقارير المجانية، تو جيت يور فري ريبورت. تمام، بتبدأ تكتب له هنا الايميل بتاعك واسمك والايميل بتاعك وتقول له سند مي ا كوبي، بيبدأ يبعت لك التقرير اللي هو الايه المجاني اللي هو منزله. تمام، دول الثلاث مواقع اللي هم من وجهة نظري انا شايف ان هم احسن ثلاث مواقع يقدروا يدوك الاخبار بتاعت السوشيال ميديا او ما يحدث في السوشيال ميديا. طيب انا عايز اتابع بشكل اكبر او بشكل متخصص اكتر، طيب تعالى بقى نمسك كل منصة من الايه المدير بتاعها او من المدونة بتاعتها. فيسبوك عامل حاجة اسمها فيسبوك نيوز روم، تمام، هتدخل عليها هتلاقيه كاتب لك كل حاجة هو عملها جديدة في الفيسبوك. تمام، وهتلاقيه هنا مقسمها لك كمان ايه اقسامه، يعني ادي الكاتيجوري زي هتلاقي كمباني نيوز، برودكت نيوز، داتا برايفسي، مش عارف ايه، هتلاقيه مقسم لك كل حاجة هو بيعملها بينزل لك عليها خبر. تمام، طيب نفس الكلام بالنسبة لانستجرام. تمام، عنده برضو مدونة اهي اسمها مدونة الأعمال بتاعت انستجرام، تلاقي نفس الكلام بالظبط، أهو جايب لك مثلا أدي أنواع المنشورات، أدي الأهداف، نصايح بقى عامة، الأخبار اللي بتحصل، كيفية استخدام مجلة مش عارف ايه ستوري، هتلاقي جديد اعلانات المحتوى المرتبطه بالعلامه التجاريه انستجرام، تشغيل الاعلانات في علامات التبويب استكشاف، كل اللي بيحصل على التحديثات اللي بتحصل على انستجرام هتلاقيه بيكتبها لك على المدونه بتاعته. نفس الكلام بالنسبه لتويتر، هتلاقي اسمها بلوج دوت تويتر، اهي نفس الكلام اهو كاتب، ادي مدونه تويتر ماشي بنفس الايه اللي بيحصل، ادي اهو ابديتنج اور ادفرتايزنج بوليسز مش عارف ايه اون ستيت ميديا. تمام، كل الاحداث اللي بتحصل هتلاقيه هو كاتبها لك، اللي طبعا بتخص ايه تويتر. حلو كده، طيب نفس الكلام بالنسبه ل سناب شات. حلو، هتلاقي اسمها سناب دوت كوم سلاش اي ان داش يو اس نيوز. تمام، هسيب لك برضو اللينكات دي ان شاء الله في الوصف بتاع الفيديو، يعني ما تقلقش. او كاتب لك مثلا ايه مش عارف، ادي خبر حصل اهو introducing مش عارف ايه. تمام، celebrating our real find في friends. تمام، هتنزل بقى كل ما يعني كل ما هتنزل كده هتلاقي الايه اللي هو عمله او ايه اللي هو بيعمله، ايه التحديثات الجديدة وهكذا. حلو، طيب يبقى احنا كده عرفنا نتابع الاخبار منين وعرفنا التحديثات من الايه المصادر بتاعتها. حلو، تعالى بقى كده نبدأ نتكلم على استنى، في نقطة مهمة قوي برضه عايزين نتكلم عليها، التول بقى اللي هي المهمة جدا 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 اللي اسمها جوجل اليرت. جوجل اليرت ده اختراع، اختراع بصراحة بمعنى الكلمة. انا دلوقتي عايز اتابع كلمة معينة يجي لي منها كل الأخبار، يعني أنا بشتغل في التسويق فأنا محتاج أتابع التسويق، هنفتح حاجة كده اسمها جوجل أليرت، إشعارات جوجل. تمام، هو كاتب لك أهو بص، مراقبة الوقت، مراقبة الويب للحصول على محتوى جديد ممتع. حلو، كل اللي أنت هتعمله، أنا مثلا مهتم إن أنا بتابع التسويق، فأنا هقوم رايح كاتب له إيه أدي ماركتينج. تمام، وأقول له انا جايب لي هنا مجموعة من الخيارات، انت عايز تتابع كم مرة في اليوم، فانا اقول له اول لما يحصل حاجة المصادر بتاعتها ايه، انت عايز من الاخبار ولا من مدونات ولا فيديو ولا كتب ولا مش عارف ايه، اقول له لا تلقائي يعني كل حاجة اللي انت شايفه، اللغة انت عايز عربية ولا اسبانية ولا مش عارف، انا عايز بالعربي بس، في المنطقة انت عايز في انهي منطقة. تمام، عدد النتائج انا عايز كل النتائج. تمام، وقوم راح قايل له ادي الايميل، ادي الميل بتاعه، وقوم راح ضاغط ايه انشاء تنبيه. تلاقي كل شويه اول لما حاجه تحصل، يعني مثلا انا متابع كلمه سوشيال ميديا، حلو، اي حاجه تحصل
على السوشيال ميديا بيقوم راح باعتها لي على طول. يعني مثلا جايب لي مش عارف مين عملت ايه على السوشيال ميديا، مين نزلت صورها على السوشيال ميديا، الفنانة مش عارف مين نزلت صورها على السوشيال ميديا، الفنان مش عارف مين. يا ابني انا مش حاجة، انا مش عايزها، انا عامل ايه بالفنان والفنانة؟ انا عايز كمنصات او كإعلانات مثلا او كأخبار ليها علاقة بالمنصة نفسها. لا هو ما بيفهمش ده، او ما بيفرقش، يعني ما بيفرقش بين النقطتين دول، هو بيجيب لك اي حاجة حصلت ليها علاقة بالسوشيال ميديا او كلمة سوشيال ميديا موجودة فيه. بس بصراحة هو ممتاز، يعني مفيش هفوة بتحصل على كلمة سوشيال ميديا او على اي كلمة عموما انت بتختارها من غير ما يكون هو باعت لك بيها ايه اشعار او قايل لك عليها او معرفك ايه الاخبار اللي هتحصل. طيب هو الجوجل اليرت ده يعتبر شوية مرتبط بالايه، يعني بمراقبة السوق او بمراقبة الايه الاخبار اللي بتحصل. طيب خلينا ناخد كده برضو كذا أداة تانية. الأداة بقى اللي هي الايه الجميلة جدا، منشن دوت كوم. هتفتح منشن دوت كوم، بيقول لك مش عارف ايه، ادخل الايميل بتاعك علشان انا طبعا ده عامل كده ايميل، يعني ايميل تعبان كده علشان نشرح بيه. فانا اقول له ايه ستارت يور فريت ترايل، تمام. بيبدأ يحمل هنا، انا الموقع ده او الموقع اللي احنا هنتكلم فيها دي بيقدموا خدمة الايه، ان انا اهو كاتب لي هنا ستارت يور 14 يوم مجانا، تمام. يو ار مش عارف مين تو فيرست منشن، ماشي تمام. هو الموقع ده او الموقع اللي احنا هنتكلم عليه بعد كده بتعرفني ايه الاخبار اللي في السوق بكلمات معينة. فمثلا عايز كلمة هقول له مثلا اسم مصطفى زكريا، ماشي مشاري، حلو كده. الباسورد اي حاجة، تمام. واقول له، هو بيقول لي انت يعني انت بروفيشنال يوز ولا بيرسونال يوز؟ فاقول له لا انا ايه، انا بيرسونال، لا انا حاجة كده صغيرة يعني، تمام. بيقول لي هنا بقى انت عايز انهي براند اللي انت عايز تتابعه. طبعا انت المفروض ان انت عارف المنافسين بتوعك، تمام. فانا خليه مش عارف انا اسمي هيطلع بقى ولا لا. لو انا مثلا استنى كده نجرب، لا مش عايزين نستثني حد. فبيقول لي حط تيل اس اباوت، ماشي، حط الايميل وحط الموقع ويحط الفيسبوك بيج. فانا مثلا احط الفيسبوك بيج بتاعتي في، ماشي خلينا نكتبه برضو نفس الاسم ام زد مشاري، ايوه بس اهو انا طلعت اهو نيكست ستيب، تمام. كومباني ريليتد مش عارف ايه، لا مش عايزين، مش عايزين حاجه ريليتد، لا اهو تمام. انت عايز مثلا كليك تو اون بوتوم، ماشي كلوب اباف، ماشي تمام. لا ده هو كده هيدخل يعمل اكسس بابلش، لا مش عايزين نبابلش حاجة، تمام ماشي انا موافق على كل اللي انت بتقوله ده، حلو. بس طيب هيبدأ بقى هنا كده يقوم رايح مطلع لي في الخانة دي كده كل الاحداث اللي بتحصل على الايه اي حد بيمنشن لام زد مشالي. هتلاقيه طلع هنا في الايه الخانه دي، يقول لك فلان منشن، طبعا سواء بقى على فيسبوك على تويتر على ايا كان. طيب خلينا ناخد كده الزرار ده، بيقول لك اد نيو اليرت، تمام، اللي هو متابعه جديده. وبعدين هنقول له انيثينج ايلس، فهنقول له هنا بص بقى بيقول لك ايه، ان انت ممكن كمان تضيف بالكلمات. تعالى مثلا نكتب كده، خلينا نكتب كلمة، يا ابني اكتب عربي، ماشي نكتب كلمة تسويق، حلو اهو اختارها. وانا هقول له نيكست نيكست سيت اب، تمام. بيقول لي دخل اسم الويب سايت، على كده نجرب ونقول له نيكست سيت اب، تمام. بيقول لي هنا والله ان انت الحاجات اللي انت هتطلع لك هي
هي تويتر، هي النيو نيوز، هي البلوج، هي الفيديو، مش عارف هي الفورمز، مش عارف ايه. طيب انت عايز عربي وانجليزي ولا عايز انجليزي بس؟ فانا هقول له لا انا عايز عربي كمان. تعالى كده ندور على العربي، اعتقد كان في بحث. هو ازاي كان بيدعم العربية تقريبا، بيدعم اللغة العربية. اهو بالظبط كده، عربي اهو، تمام. وهنزل اقول له فيو ريزلت، تمام. هيبدأ بقى يجيب لنا الايه الخانة بتاعتنا هنا. وبص هنا بقى غير، جاب لك كلمة تسويق. فأي حاجة هتحصل بقى، اول سورسز، اي حاجة هتحصل ليها علاقة بكلمة تسويق هيبدأ يطلعها لنا، يطلعها لنا هنا. خلينا مثلا كده نجرب نشوف اكتيفيتي. بص لسه، عشان طبعا لسه عم يعني انا لسه بكريت الحساب حالا، فهو لسه مفيش. طيب تعالى كده نشوف المنشنات، وبدأ يبقى فيه منشنات بتظهر اهي. بص بقى اهو بدأ يطلع لك، شوف هنا في ادي اللي حصل. طيب هو البرنامج بس هنك شوية، ادي بقى بيطلع لك اهو، ده حصل على تويتر، ده حصل على تويتر اهو. هننزل بقى تحت كده برضو، كل ما هننزل هنلاقي يعني هو غالبية اللي هو حاطه دلوقتي على تويتر، لكن هو بيطلع من حاجات كتير، يعني بيطلع من الفيسبوك، بيطلع من كذا. بس احنا يعني احنا بس عشان لسه عاملين الاكونت حالا، فهو ايه يعني ملحقش كده ايه يجدد يعني، او يطلع حاجات كتير يعني. بص بيقول لك ادي السورسز بتاعته اهو، انت ممكن تختار مثلا الفيسبوك وتقول له طلع لي، فهو لسه منشنات اهي، لسه هو ما جابش حاجه من الفيسبوك، لسه ما فيش حد منشن على الفيسبوك في حاجه. فادي اول موقع اللي انت ممكن تقدر يعني تعمل منه متابعه للاخبار بتاعت تتابع بيه السوق، وتتابع ايه اللي بيحصل في السوق. في موقع تاني اللي هو تويت ديك، ده احنا هنتكلم عليه ان شاء الله في تويتر، فيعني خلينا بس مأجلينه كده دلوقتي. هو يعني هو بالمناسبة يعني شركة تويتر اصلا اشترته، وهو في جزء كده معين ممكن تتابع منه الاخبار بتاعت تويتر، يعني الاحداث اللي بتحصل على تويتر. خلينا نبقى نتكلم عليه بشكل مفصل في وقت ان شاء الله، لما نيجي نشرح تويتر الادوات اللي بتساعد تويتر. في موقع تاني اسمه كي هول، تمام. كي هول تمام، او بيجيب لك هنا ستارت اب فري ترايل. الموقع ده برضو ممتاز جدا، بس يعني انت بقى تركز. انا شايف ان منشن كويس جدا. بيقول لك نو واتس جرابس اون يور اودينس اتنشن، ايه اللي بيحصل مع الـ يعني الاودينس، تمام. يعني بيقول لك اهو ايه اللي بيحصل علشان يعني يجذب الانتباه بتاع الجمهور. فبيقول لي اهو ريدي تو ستارت اب يور تو ستارت يور فري ترايل، بيدخل اسمك. فخلينا نقول مثلا مصطفى، ماشي، مصطفى زكريا، تمام. مشاري ميشيل واي، الباسورد اهو. خلينا نقول له مثلا ان احنا ايه برايمري ريزون تو يوز، مش عارف ايه، نقول له اذر، ماشي اذر، لا هو مش اذر ايه، ماشي. وخليني مثلا اي اكسبت او ليتس جو. هيبدأ بقى يدخلني على الايه الموقع نفسه، بيقول لي اهو دخل الكلمة اللي انت عايز تتركها، اللي انت عايز تتتبعها يعني. فانا اقول له والله انا عايز اتتبع كلمة ماركتينج، ماشي، واقول له نيكست سيت اب، تمام. بيقول لي والله انت اليوتيوب، لو انت عايز اليوتيوب هتدفع، تويتر ماشي هديهولك ببلاش، الفورمز ببلاش،
الفيسبوك ببلاش، فاقول له كرييت تيك تراكر. تمام، حلو جدا. هو بيبدأ يحمل هنا اهو. بص بقى، شايف الحاجات اللي ماشية دي؟ اه كده بيحمل، يعني بيقول لك ان هو ايه شغال اهو، الدنيا بيجمع الحاجة اللي انت ايه الكلمة اللي انت عايزها اهو. بيقول لك نيو تراكر على كلمة ماركتنج. معلش هو النت بس يعني ايه بطيء شوية يعني. طيب خلينا ناخد لفة في حاجة تانية كده على بال ما هو يعني ربنا يقوم السلامة ان شاء الله ويخلص. طيب في موقع تاني برضو اسمه براند ووتش. حلو، براند ووتش نفس الكلام بالظبط. هتيجي هنا هتلاقيه بيقول لك اهو درايف كونسيومر فيرست مش عارف ايه او سي ات ان اكشن، نفس الكلام بالظبط. هتبدأ برضو تاخد نفس الخطوة وتسجل البيانات بتاعتك وتبدأ بنفس الخطوات اللي احنا عملناها بالظبط، بس طبعا بتختلف بقى من موقع لموقع. وتبدأ ايه تكتب له الكلمة او اللي انت عايز تتبعه ايه او تعمل له تراكنج ايه، وتبدأ يطلع لك الاحصائيات بتاعته. بصراحة افضل موقعين، او انا شايف ان افضل موقعين علشان تاخد منهم حاجات نتائج محترمة يعني، هو كي هول تمام ومنشن. الاتنين بصراحة كويسين جدا وبيطلعوا بيانات يعني بيدوا لك معلومات كويسة جدا. اهو بدأ بقى يطلع لك هنا ان في اهو بدأ يحمل اهو. معلش هو بس هو المشكلة في النت هو اللي بطيء يعني شوية. يبدأ بقى يديك ايه احصائيات عن كلمة ماركتنج. او بص هو طلع لك هنا اهو بوستات، في عندك اهو 342 بوست. بيكتب لك بقى شايف، هو بيقول لك اليوزر ده، اليوزر اهو تمام، بيقول لك البوست كان ايه، يعني شايف كلمة ماركتنج اهي، ماركتنج اهي، ماركتنج اهي تمام. وبيقول لك البلد اللي اتكتب فيها او كتب منها الايه البوست ده. ممكن بقى تقعد تشوف بقى فيه، هتلاقي هنا شوية فيتشرز كده. طبعا هو النسخة دي اصلا نسخة ترايل يعني، مش حاجة كده مجانية. بيقول لك بقى ان انت ممكن تبدأ تستخدم بقى الحاجات دي كده، تقعد تلعب فيها لغاية ما تشوف انت ايه يعني هتستفيد منه ازاي. بس الاستفادة الكبرى ان انت تبص ايه اللي بيتكتب على كلمة معينة، وتقدر تشوف ايه الاحداث يعني اللي بتحصل في المجال الاساسي بتاعك او في المجالات اللي انت بتتابعها. حلو، طيب دي كده كانت الـ الادوات اللي احنا بنستخدمها علشان نسهل الشغل بتاعنا، علشان الجزء الاولاني نتابع الاخبار وعلشان نتابع التحديثات، وفي نفس الوقت كمان علشان نتراك او نتابع الايه السوق، المنافسين، نشوف الكلمات المعينة ونتابعها ونعرف ايه الجديد فيها. حلو، اتكلمنا كمان على الجزء بتاع اختيار الاسم، ان هو الهاندلر يبقى متوافق مع كل المنصات. وفي نفس الوقت كمان اتكلمنا على الموقع بتاع الصور اللي هو كانافا ده تمام، علشان نجيب منه صور بمقاسات اللي هو كاتب لك اهو صمم ما تريد. طيب الجزء بقى الاخير خالص اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي هو شوية نصايح كده، عشان لو لا قدر الله حصل لك براند اتاك او حصل هجوم عليك تتعامل ازاي، او تتعامل تحل الدنيا ازاي. طيب بص، هو مفيش كتالوج محدد علشان يقول لك انت هتعمل ايه، اللي يقول لك اعمل 1 2 3 4 ده، لان يعني ما اعتقدش ان ده هيبقى صح، لان كل موقف بيختلف عن التاني. لكن دي شوية نصايح مهمة جدا، لو طبقتها في حالة تعرضك لخطر او تعرضك لهجوم، ان شاء الله تقدر تتغلب عليه وتطلع مستفيد منه. طيب النصيحة الاولانية هي امشي عدل يحتار عدوك فيك، طول ما انت ماشي عدل
مفيش حد يعرف يمسك عليك حاجة، فبالتالي مش هيحصل لك براند اتاك. تمام. طيب النقطة التانية او النصيحة التانية، خليك دايما جاهز انك تكون انك تواجه، وفي نفس الوقت خليك امين وعلى قدر كبير جدا من المسؤولية، انك تتحمل الخطأ، وفي نفس الوقت انك تواجه من غير ما تكذب او من غير ما تضلل او من غير ما تنفعل وتغلط ويتمسك عليك اخطاء. تمام. طيب النقطة الثالثة، لازم تدور على اصل المشكلة، ايه سبب المشكلة اللي حصلت، تتواصل مع اصل المشكلة. تمام. وتكلمه وتعرف ايه المشكلة بالظبط وايه سببها وحصلت امتى وحصلت ازاي، كل التفاصيل المحيطة بالمشكلة تكون عندك. تمام. ويكون عندك نية فعلا ان انت تحل، مش تقول لا احنا ما بنغلطش احنا ما بنعملش، وتطلع تفبرك او تحذف او تقصقص يعني كلام وحاجات زي كده. وطبعا المثال المشهور جدا المشكلة بتاعت ام حسن مع اللي هم البنات المنتقبات اللي كانت حصلت في رمضان، وام حسن طلعت قالت كلام والبنات طلعوا قالوا كلام، واكتشفنا ان ام حسن كانت بتقص حاجات وتنزل حاجات ومش عارف ايه والكلام ده، وكانت ضربة قوية جدا لام حسن. حلو. طيب الحاجة اللي النقطة اللي بعد كده او النصيحة اللي بعد كده، خلي شخص واحد هو اللي مسؤول وهو اللي يرد وهو اللي يتكلم باسم البراند، مش 50 واحد بيتكلموا ومش 50 واحد بيردوا ومش 50 واحد بيقولوا وبيحللوا وبينظروا والكلام ده، هو شخص هو اللي مسؤول هو اللي يرد وهو اللي يتكلم وهو يتعامل. عايز بقى يبقى المدير، عايز يبقى متحدث رسمي، عايز يبقى هو مدير التسويق، عايز يبقى هو صاحب البراند، ايا كان، المهم ان يبقى في شخص هو المنوط وهو المسؤول عن الايه الرد وعلى التعامل مع الامر ده. حلو. طيب لازم تقيم المشكلة بشكل موضوعي ومنطقي، وعلى حسب حجمها تبدأ تشوف هتتصرف ازاي وهتحلها ازاي. هل حجم المشكلة يعني مثلا حجم المشكلة محتاج ان هو يتحل اونلاين، يعني كفاية ان هي تتحل اونلاين بس، ولا محتاج ان هو يتحل اوفلاين كمان؟ يعني مثلا واحد بيبيع حاجة على النت فعميل اشتكى منه فرضاه، خلاص الموضوع اتحل على النت. لكن مثلا الموضوع بتاع ماكدونالدز تقريبا، لما حد راح الفرع ومش عارف كانوا عايزين يعني كان عنده مشكلة في الاكل وحاجة زي كده، والناس الموظفين اللي هناك كانوا عايزين يحدفوا على العملاء ميه زيت مغلي ومش عارف ايه، والموضوع تطور وكلام من ده. لا، ده انت محتاج بقى ان انت الراجل ده انت تجيبه وتقعده عندك، سلام عليكم تعالى ايه الاخبار، الدنيا حصل 1 2 3، احنا بنعتذر لك. وفعلا فعلا يعني ماكدونالدز كانوا على قد المسؤولية وفصلوا الموظفين اللي كانوا سبب في المشكلة، وبدأت يطلع عليهم اشاعات ان هم بيقدموا اكل بايظ، فعملوا القصة بتاعت المطعم بتاعنا مفتوح او المصانع بتاعتنا مفتوحة تقريبا، حاجة زي كده، يعني المطعم يا المصانع، وتقدر تيجي تقولها ونزلوا فوق يعني فوق فورمة كده تسجل فيها بياناتك وتروح تزور المصانع بتاعتهم او المطاعم بتاعتهم علشان تتأكد ان هم فعلا ما بيعملوش حاجة بايظة وكلام من ده. فالمشكلة اللي عندك دي انت تقييمك ليها بمنطقية وبموضوعية، منطقية وموضوعية، تتحل اونلاين بس ولا محتاج ان انت تحلها اوفلاين وتقابل العميل وش الوش وجها لوجه وتتكلم معاه وتحل له المشكلة. النقطة اللي بعد كده ودي خطيرة جدا 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 جدا، الاعتراف بالمشكلة. تقول والله احنا حصل عندنا المشكلة الفلانية، تمام، واحنا بنعترف ان هي موجودة واسبابها كذا 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 واحنا حلناها او بنحلها. وخليك دايما امين في التعامل مع الجمهور بتاعك، خلي بالك الناس او الجمهور بتاعك مش مغفل، الناس بتدخل تدور وبتسأل وبتلف، ما عادش زي زمان العميل او المستهلك بينزل يلاقي اللي قدامه بياخده وخلاص، دلوقتي الوضع اختلف ومفيش حاجة بتستخبى زي ما بيقولوا يعني. تمام. طيب النقطة الأخيرة بقى أو النصيحة الأخيرة، اتصور مع العميل بتاعك، سواء صورة مع العميل اللي كان عنده المشكلة أو مع صاحب المشكلة أو مع الشخص اللي حصلت معاه المشكلة، تصور مع صورة أو فيديو وعرضه على الجمهور بتاعك، وطبعا العميل ده يقول رأيه ويقول إن هو المشكلة اتحلت طبعا بعد ما تكون فعلا اتحلت أو بتتحل، وكده أنت بتكسب ثقة عند الجمهور. معلش انا بعتذر لكم جدا ان الفيديو فعلا مدته ووقته طول قوي، كان نفسي ان هو يبقى اقل من كده والله، بس يعني الموضوع كان كبير.
اهم حاجه عندي، اهم حاجه ان انت تكون استفدت من الفيديو ومن النصائح اللي احنا قلناها في الاول والادوات اللي احنا اتكلمنا فيها، وطبعا موضوع اللي هو البراند اتاك ده. لو عندك اي سؤال او عندك اي استفسار، انا هسيب لك اسرع طريقه تتواصل بيها معايا الواتساب، هسيب لك الرقم بتاع الواتساب بتاعي تحت الفيديو، يعني تكست مي على طول، ابعت لي اللي انت عايز تبعته لي، وانا في خلال دقايق بكون برد على اي حد بيبعت على الواتساب. يا رب فعلا تكون استفدت، ما تترددش ان انت تسألني على اي حاجة محتاج ان انت تستفسر عنها، وبتمنى لك كل التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.